حبيت نقول وانا هو انا سيد رئيس مجلس الوطني التاسيسي قال لنا هذا احسن دستور في العالم يظهر فيه غلط في الجامعة. قلنا هو أسوأ دستور في العالم يمكن ربما ما عشينا. وبعد خرج لنا بلاغ هددنا قالوا يقول فيه كلمة قال زميلنا اللي مش بعيد علينا في كرتاج قالوا نصبر من المشارق. هذا بلاس زاد قال في البلاغ بتاع المجلس التأسيسي وكان بقراه بتاع المكتب المجلس التأسيسي من يعني بلاغ دبوا والتهديد اللي استعملوا ما غير مألوف يعني اللغة المعروفة بتاع النقد الإيجابي بين يقولون ناس معناها النقد الإيجابي وفرحة الشعب التونسي بالدستور هاكم تشوفوا قداش الشعب التونسي فرحان بالدستور يعني كي هادو خرج كي البرمي جواسا كمسا ولذلك بالعكس الشعب التونسي كل نهار يتعدى ويزيد الحزن نتاعو لأنه مهوش قاعد يشوف في الأفق وتشوفوا كل ما بعدت أفق إلا وزادت الوضعية بالنسبة لنا على جميع المستويات زاد التأزم سواء على المستوى الاقتصادي لكم شفتوا البشرة اللي بشرنا بها سيد وزير المالية البارح اللي بدأ يراجع في حساباته وبدأ يهبط من 4.2 نسبة نمو هبط بها بشطر حاليا وطبعا ان شاء الله ما جاء اخر عام الا ما هبط بها للنيجاتيف. بالنسبه للدستور، الدستور هذايا اخوان النواب في المجلس التاسيسي وبعض المدخلين قالوا كل ما فيه من عيوب وهو قليل من كثير. العيوب هذايا قليل من كثير. العيب الاولاني العيب الاولاني نتاع الدستور هذايا هو نجمو نقولو وانو يشبه اكثر الخطبه من يشبه النص قانون يعني غياب نسميوه احنا لا نورماتيفيتي سيدتي العميده تكون وزير محاضره تعرف اللي اليوم نقيسوا النص القانوني بمدى القوة المعيارية بتاعه يعني شي ترتب عليه من أثار قانونية. كيف نجي ونقولوا في الفصل 12 الشباب قوة دافعة للمجتمع حلوة يا خارقة العادة تنجم تقول شعار فهمت لافتة في الشارع ولكن شنو اللي يترتب عليها من أثار قانونية صفر لا شك. ذكرت لكم نائبة نادية شعبان بعض الأمور الأخرى اللي هي تصريحات لا اكثر ولا اقل. الشيء الثاني تعرفوا انا الدستور هذا فيها مرضى من البدايه وهو ان الطريقه اللي اعتمدت فرضت علينا المقرر العام تاع الورقه البيضاء. فيها ورقه بيضاء كما انسان يجي باش يحب يبني دار ولا باش يبني معمل ولا باش يبني اي شيء يعمل هو الشمال يعمل هو البلان يعمل هو يجيه بلا فوضى. بينما اللي يحب يبني حاجه ولا باش يعمل دار ولا حاجه يعمل تصورات يمشي لارشيتكت والارشيتكت يقول له يعطيه الشمال شيما أول وشيما ثاني وشيما ثالث ويتجادل معاه وبعد يعمل البلان والبلان هذاك يعطيه للبناي والتشغيل والناس تخدم هكا احنا ما خدمناش هكا خدمنا مرة نقدموا مرة نوقفوا هاي المسودة الأولى هاي المسودة الثانية قلنا هاي ما نجموش يكون عندنا أتعس منها يا أخي جات الحاجة اللي اسمها مشروع الدستور واللي هي مسودة كيلوغرين جات مسودة أكثر منهم الاثنين الاولانيين يعني قالوا لكم فما حاجات كانوا موجودين في النص الثاني ما عادش موجودين في النص الثالث اللي هو ديما نقول احسن مشروع في العالم حسب سمسطة بجعبة. الاحالات على القانون ذكرها يا اخ حسبتهم 42 احالة على القانون 42 نجمو تعملوا بروبورسيون على 136 خصم تلقاو البروبورسيون
الحالات على القانون نعرف الناس يكون احيانا ضروريه كما الاحاله على القانون الانتخابي، اما وقت ندخل في كما يضبطه القانون ولا الا في الحالات التي يضبطها القانون وقتها كيف نجي الباب هذا يحل وتحل من هون يبدا الكورندير يهز واحد، واحنا هون نعرفوا قول النوع تهش الكورندير يهز الموضوع الاخر، موضوع الاخر ان شاء الله زاد يداركوها، فما احيان ساعات ينساو كما المره الاخرى مثلا عملوا لنا شابيت فيه اون سيكسيون، سيكسيون 2 ولا سيكسيون 1 ما فماش، المره هذه نسينا اللي يلزمنا في كل دستور احكام انتقاليه واحكام ختاميه، والا ما عندناش واش نطبقوا. ناخذ مثال الانتخابات الرئاسيه، ترشح للانتخابات الرئاسيه يشرط القانون وانا المترشح يكون مذكر من طرف اعضاء من مجلس نواب الشعب، والا رجعونا اللي كانت في الدستور القديم رؤساء بلديات مش منتخبين في البلديات. معناها باش نعمل الانتخابات الرئاسيه الجايه يلزمنا ساعه نعمل انتخابات بلديه، ويلزمنا بعد نعمل انتخابات تشريعيه، ويا منعاش نعمل الانتخابات الرئاسيه. وهذه الامور اللي يعرف شويه القانون في ساعة مثلا، وما فماش نص في القانون يبداش الكونتراكتو تاع كريان تاع كراج تبدا فيه دي ديسبوزيسيون ترانزيتوار وتبدا فيه احكام انتقاليه، والاحكام الانتقاليه حاليا غالبه ولا حد يتكلم عليها. الدستور هذا حابين نحطوا فيه كل شيء، وفي الاخر كما تفضل الساده النواب ما حطينا فيه حتى شيء تقريبا. ان توكا الصحيح ما حطيناش. دي سوبودراج. ذرة ماء في العيون لا أكثر ولا أقل. ما عادش كان النسخة هذيا مازالت في عملية تصلح. ها؟ نجمش مازال في عملية تصلح. يعني هي هكا الكوبين اللي يبدا الأحمر فيها أكثر من الأزرق. خلاص تو ما عادش تنجم أنت بيدك تشد ما عادش تنجم تعمل جلسات بصرية. هذيا أمور يعني لازم ناخذوها بجد، ويلزم كما قالوا الخيال أن المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات كنا نتجندوا للموضوع هذايا، ونتجندوا لمواضيع أخرى اللي هي كما خطورة الدستور بعض القوانين، لأن الانقلاب سي نعمان ما بداش بالمسودة هذايا، أما الانقلاب بدا لو 16 ديسمبر 2011 وقت الإخراج ما يسمى بالقانون التأسيسي المنظم للشرائط العمومية، واللي أعطى فيها المجلس التأسيسي بنفسه سلطة تشريعية بدون وجه، وبارك الله فيك.